بكم من جديد. ونتابع معكم ملفات هذا الحصاد، حيث أكدت قيادات القوات المسلحة للجيشين المصري والأمريكي أن التدريب العسكري المشترك نجم الساطع مبني على علاقة أمنية استراتيجية فيما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ليس هذا فحسب، فالتدريب المشترك النجم الساطع مبني كذلك على شراكة تاريخية تلعب دورا قياديا في جهود مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل والملامح حول هذا التدريب مع شيماء الكردي. أهلا بك شيماء. أهلا بك حسني. أهلا بك رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حول مناورات النجم الساطع التي تعتبر أحد أبرز وأهم التدريبات العسكرية المصرية الأمريكية، بدأت المناورة لأول مرة في أكتوبر من عام 1980 عقب توقيع معاهدة السلام ويجرى تنفيذها كل عامين، إلا أنها توقفت إبان ثورة يناير العام 2011 لمدة 8 سنوات، وعادت مرة أخرى الشهر الجاري ولمدة 10 أيام. تشكل تدريبات النجم الساطع 2017 علامة واضحة على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب مع مصر. وبحسب المتحدث العسكري، فإن التدريب تناول موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن 21. في أكتوبر من عام 1980 أقيمت فعاليات التدريب الأول، واستنفت عام 1981، وشارك في التدريب الأول مصر والولايات المتحدة فقط، حيث اشتملت على وحدات للقوات البرية من الدولتين. ثم تقرر في مناورة عام 1983 تنظيم المناورات كل سنتين نتيجة للزيادة في حجم القوات المشتركة. تهدف المناورات إلى تبادل الخبرات والتعرف بين مختلف المدارس العسكرية ونظم التسليح المتطورة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا التدريب من فرص كبيرة لتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين الدول المشاركة. تشتمل المناورات على 186 تدريبا متنوعا بحريا وجويا وقوات خاصة. يركز التدريب على مهارات القتال في الصحراء، وهي تعلم القوات كل شيء من كيفية الحفاظ على معداتهم في الصحراء إلى كيفية الاتصال مع بعضهم البعض ومع قوات التحالف. خلال المناورة يشارك عدد من المعدات والأسلحة من أجل التحضير والتنظيم للمعركة الهجومية خلال مناورات النجم الساطع للقضاء على العناصر الإرهابية المتمركزة داخل نموذج لقرية حدودية. شهدت المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي النجم الساطع 2017 الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، شهدت رماية بالذخيرة الحية. تضمن أيضا عملية الإنزال البحري لعناصر المشاة المحملة على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر لتأمين شاطئ القرية ضد التهديدات الإرهابية. وشاركت المقاتلات متعددة المهام في تنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي. بالطبع هناك أهداف محددة لمثل تلك التدريبات المشتركة، منها على سبيل المثال التأكيد على قدرة وكفاءة العناصر المشتركة في المشروع من الجانبين، كما أن التدريبات المشتركة تساهم في نقل وتبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة المتبادلة للطرفين. وعودة تلك المناورات المشتركة تعطي مؤشرا قويا على عمق علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في المجال العسكري، كما أن التدريبات المشتركة بين مصر وعدد من الدول الصديقة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مصر وتلك الدول الصديقة. المسؤولون عن التدريب المشترك من قيادات القوات المسلحة أكدوا أن التدريب سيخضع لعملية تحليل شاملة من الجانبين للخروج بالدروس المستفادة والتوصيات. أهمها هو التأكيد على أننا نمتلك الإرادة والعزيمة والإمكانيات لاستئضال جذور الإرهاب الذي يهدد شعوب العالم، ضرورة الاستعداد القتالي والجاهزية بين صفوف القوات المسلحة لمواجهة أي تحديات أو مخاطر. الأهم من ذلك أنها تبعث برسالة طمأنة للشعب المصري بأن قواته المسلحة قادرة على حمايته والحفاظ على مقدراته.
مراحل التدريب العسكري المشترك تضمنت عددا من المراحل، منها قيام عناصر من قوات المظلات بأعمال القفز الحر لتنفيذ مهام الإنزال الجوي خلف خطوط العدو، كما شاركت المقاتلات متعددة المهام في أعمال الاستطلاع الجوي وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وتأمين عملية الإسقاط الجوي لعناصر المظلات للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية. كما تم الدفع بعناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع وتأمين طرق وخطوط الاقتحام وتنفيذ عملية إنزال جوي لقوات الصاعقة للمعاونة في استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية ودفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة مدعومة بتشكيلات من المقاتلات لتنفيذ عملية الاقتحام بمعاونة القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لتطهير القرية والسيطرة عليها. بعد ذلك يأتي القبض على كافة العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها، وأخيرا الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين. إذن مشاهدينا، كان هذا عرض حول التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع، والآن عودة للزميلين حساني ورغدة، إليكما. شكرا لك شيماء على هذا العرض. شكرا لك، ونستكمل معكم هذه التدريبات وأهميتها. معنا مباشرة اللواء ناصر السالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، أهلا بك هنا. يعني هذه المناورات النجم الساطع تعد واحدة من أبرز التدريبات العسكرية المصرية الأمريكية، لكنها توقفت لمدة 8 سنوات، عادت مرة أخرى. كيف ترى أهمية هذه العودة ما بين البلدين؟ يعني أهم فايدة لهذه التدريبات المشتركة أنها تظهر لك مستواك الحقيقي بالمقارنة بالجيوش الأجنبية وخاصة جيوش الدول المتقدمة. أنت هنا في مصر أو في أي دولة، أي جيش عندما يتدرب على أرضه فهو يتدرب منفردا، يعلم يرفع مستواه، ولكن إذا لم يكن هناك تدريبات مشتركة فهو لا يرى مستواه الحقيقي بالنسبة أو مقارنة بما لدى الجيوش الأجنبية. نعم. من هنا أتت أهمية مثل هذه التدريبات المشتركة، أن تتدرب جيوش الدول المختلفة مع بعضها البعض، بتتبادل الخبرات، بيتم تعرف كل جيش على ما لدى الجيش الآخر من أسلحة جديدة، من تكتيكات جديدة، من أساليب قتال، ثم يتم التدريب المشترك بينهم، فيتبادلوا كل واحد منهم يتبادل خبراته مع الجيش الآخر. هذه التدريبات كما قلت لها فوائد كثيرة على أرضنا أو على أرض نقول الدول الأخرى أو الجيوش الأخرى، وبالتالي لما لدى مصر من خبرات قتال متقدمة، هذه الدول هي التي تطلب كما طلبت الولايات المتحدة إعادة التدريبات النجم الساطع مع مصر. نعم. روسيا طلبت أن تتم التدريب مع قواتنا. أيضا هناك دول أخرى كثيرة بتشترك معنا في مثل هذه التدريبات بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عادة كان بيبقى في تدريبات النجم الساطع ربما أكثر من 20 دولة بتشترك معا في مثل يعني هذه التدريبات. يعني سيادة اللواء، هنا تبادل الخبرات والتعارف أيضا فيما بين مختلف المدارس العسكرية على مستوى العالم، لكن هنا التعاون العسكري فيما بين مصر وأمريكا في الفترة الأخيرة كيف تراه، وكيف أيضا ترى تصريحات قائد القوات الجوية الأمريكية الميجور جنرال جون موت عندما قال أن النجم الساطع هو مشاركة مهمة ما بين البلدين لكي نعالج معا مصالح مشتركة أو نواجه تحديات إقليمية؟ يعني عادة هناك نقول تهديدات مشتركة مثل الإرهاب الذي يضرب في معظم بلدان العالم، وبالتالي هناك مسؤولية مشتركة على كل هذه الدول على جيوشها أن تواجه هذا التهديد. إذا كانت هذه الدول ستواجه هذا التهديد على أرضها وفي توقيت واحد، لابد أن يكون هناك مثل هذا التنسيق، مثل هذا
التعاون ما بين القوات وبعضها البعض على أسلوب التصدي لمثل هذا التهديد، أسلوب القضاء عليه، كما حدث في مثل هذه المناورة النجم الساطع من عمل مشترك ضد الإرهاب. وأيضا هناك عامل مهم جدا في مثل هذه التدريبات، أنه قد يكون لدى دولة مثل مصر حاجة للتدريب على مواجهة أعمال قتال أو بحجم كبير، مثل مواجهة هجمة جوية أو ضربة جوية بأعداد كبيرة من الطائرات. إذا حاولنا أن ننفذها على أرضنا فقد نحتاج إلى عدد من الطائرات أكثر وأكثر. أما التدريب مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مع قوات لدول مثل حلف الناتو، نستطيع أن نتدرب على صد هجمة جوية بمئات الطائرات، نستطيع أن نتدرب على في مواجهة سلاح مثل الحرب الإلكترونية المتقدمة أو فائقة القدرة مع دولة أو جيش من جيوش القوية، جيش من جيوش الدول المتقدمة، وبالتالي أرفع مستوى أدائي ومستوى تدريبي من وقت لآخر ومن تدريب لآخر. وهذه هي أهمية مثل هذه التدريبات. علشان كده سيادة اللواء ناصر، يعني تتم هنا مراحل متعددة في مثل هذه التدريبات، منها مثلا تنفيذ مهام يعني قوات المظلات بالإنزال الجوي، الاستعانة بعناصر مهندسين، عملية الاقتحام، كيفية أيضا القبض على كافة العناصر الإرهابية. مراحل متعددة تؤدي إلى زيادة أو اكتساب القوات المسلحة المصرية قدرة أكبر على هذه المواجهة. يعني احنا بنقول ان هذه التدريبات بتضم كل افرع القوات المسلحة، سواء كانت قوات برية او قوات جوية او قوات بحرية. وكما رأينا في المناورة، رأينا اعمال القتال بواسطة القوات الجوية، سواء كانت طائرات متعددة المهام او هليكوبترات في عمليات القصف الجوي، عمليات القتال الجوي، ثم عمليات القتال بواسطة الهليكوبترات المسلحة ضد الدبابات على الأرض، ثم أيضا أعمال الإبرار من الهليكوبترات. في المقابل رأينا تدريبات على الأرض، سواء كانت تدريبات تكتيكية من القوات الجانبين أو رماية تكتيكية بالذخيرة الحية، ودي بتعتبر أرقى مراحل التدريب اللي هي بالرماية بالذخيرة الحية، لأنها تظهر المستوى الحقيقي اللي عليه قوة. دعني أشكرك إذن سيادة اللواء ناصر السالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكري، كنت معي مباشرة. إلى هنا ينتهي معكم هذه الملفات المهمة في حصاد اليوم، ونذكركم بمعرضناه من ملفات. الزيارة الرابعة للسيسي إلى الأمم المتحدة تبرز دور مصر المحوري في الشرق الأوسط وإفريقيا. مكاسب اقتصادية عدة من خلال زيارات الرئيس السيسي الخارجية. وعودة مناورات النجم الساطع مؤشر إلى عمق العلاقة بين القاهرة وواشنطن. هذه الساعة الإخبارية. شكرا لغد وشكرا لكم، إلى ملتقى.